انت حضرت هالحلويات؟ ايه يا مولاي. دوق لكان. حاضر. هذا بيعني شيء واحد، المنوم ما انخلط مع الحلويات بمطبخي، وشوفت عينكم الطباخ أكلهم من دون ما يتردد ولا لحظة. شو يعني هذا؟ شو هذا؟ مين اللي حطه بمعنى؟ هذا بيعني شو هذا المنوم يا جماعة؟ شوفي مولاتي هون. يا ربي شو عم تعملي بالمطبخ؟ لهيك كنتي قلقانة واجيتي على المطبخ لتتسلي. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.